ام. هو بيقول ان الجلد للشيخ والشيخه، طب لو كان الرجم للشيخ والشيخه، طب لو كان الشيخ والشيخه عزاب نرجمهم برضو. وبعدين كلمه البته الغريبه دي، وبعدين بقى نشوف هي الايه دي اتشالت من القران راحت فين. يقول العلامه البخاري هادم الاسلام وعدو الله ورسوله ان السيده عائشه قالت كانت ايه الرضاع، ودي ايه عظيمه جدا بقى. البخاري بيدعي ان عشان الستات بيستقبلوا رجالة وجوازهم في الشغل أو موظفة في الشغل قاعدة في مكتب كله رجالة، عشان الموضوع يبقى بسيط وما فيش وش ووجع دماغ، كل ست تطلع ثديها لزميلها الموظف أو جارها أو أي واحد جاي وترضعه حتى يحرم عليها، واسمه ده رضاع الإيه؟ الكبير. وفي الآخر نطلع إحنا اللي بنهد الإيه؟ إحنا اللي منحرفين عشان بنحارب الكلام. فبتقول السيدة عائشة تقول عن البخاري اللي قال عن عائشة قالت كان تحت سريري صحيفة فيها آية الرضاع وآية الرجم، ولما تشاغلنا بموت النبي صلى الله عليه وسلم جاءت داجن فأكلتها. هم داجن عملت إيه؟ معزة كلتها لما انشغلوا بموت مين؟ بموت النبي عليه الصلاة والسلام. كده أنا بقى الملحد هيجي القرآن مش محفوظ، فين الحفظ؟ يبقى مين اللي بيهد؟ ادي البخاري. يبقى البخاري نسب للقران رجم والقران ما فيهوش رجم، ونيجي نناقشه على ارضيه الفكر والعقل نقول له جبت منين؟ ده ربنا بيقول فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. اذا كان العقوبه رجم فكيف تنصف عقوبه الرجم؟ تعملها ازاي بقى؟ ترجم النص التحتاني وتسيب النص الفوقاني؟ ولا ترجم النص اليمين وتسيب الشمال؟ ولا تموتها نص موتة؟ ما بيقتل. طيب نساء النبي بقى لو خرجت منهن فاحشة يعملوا ايه بقى؟ دول بقى العقوبة دبل، من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين، تبقى تترجم ايه؟ مرتين. احنا عايزين بقى العبقرية بتوع شيوخنا ينفذوا الرجم ايه؟ مرتين. وده هيحتاج منهم انه يكونوا آلهة. ليه؟ لان عشان ارجم مرتين هعمل حاجتين، الأولى إن أنا أرجم وبعد الرجم يموت، وبعدين يحييه اللي بقى اللي بيأمن على عقوبة الرجم لازم يحيي المرجوم من موته ثم يرجمه مرة أخرى ليموت، وإلا كده يبقى أنت كذاب وده مستحيل. نيجي كمان على القرآن وهو بيتحدث عن المرأة جاي عليها في سورة المدح. على فكرة افصلوا بين التراث في اسلامين، اسلام القران واسلام موازي اسمه اسلام التراث. اسلام القران بيقول ان المراه كانت ملكه واسمها بلقيس، والقران اثنى ايه؟ اثنى عليها. وتعالوا كمان القران اباح للست انها تخطب وتحب وتجيب اللي بتحبه لحد البيت وابوها اللي يخطب لها. فين؟ في قصه موسى. وجدوا موسى سقى لهم، أعد قالوا له يا أبتي في راجل قوي أمين. قوي أمين يعني إيه؟ كلمة قوي أمين قوي البنية الجسمانية بتاعته، وإحنا عايزينك تشكره. كان خلاص هو الراجل ساعدكم وبتاع، لازم ترجعوا البيت تقولوا لأبوكم كده. فأبوهم قال لهم إيه؟ هاتوا. فرجعوا له تاني. ها شوف بقى يقول لك المرأة عورة وخروجها من بيتها جريمة. وقال العلامة أبو إسحاق الحويني أعلم أهل الأرض بالحديث أن المرأة من أخمص قدمها إلى منبت شعرها عورة فلا تخرج. والبخاري قال كده، قال المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان. إبليس قاعد فاضي للستات. طب الراجل إيه السبب يا عم؟ أصلها شهوة جنسية. طب والرجالة المثيرين يعني الراجل ما فيهوش يعني ما فيش رجالة فيهم إثارة للستات، ولا الإثارة من الست بس؟ الست هي أداة استقبال بس. بس فجي البخاري بيقول يا خرجت من بيتها ده عورة والشيطان قاعد على الطريق هتبهدل المجتمع، فعملوا إيه؟ قعدوها في البيت ما تخرجش. طب نشوف بقى ابنتي شعيب ولاد مين دول؟ ولاد نبي اللي هم قدوة في القرآن. مشوا راحوا قالوا له إن أبي يريد أن يجزيك أجر ما سقيت لنا،
وبعدين يمشوا معاه ويرجعوا البيت، تقوم البنت تسأل سؤال، تدبروا الآية كويس. قالت يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. استأجره يعني شغاله عندنا بإيه؟ بأجرة. المفروض الإجابة من الأب في الآية اللي بعدها تكون إيه؟ إني أريد أن أستأجرك، صح؟ الآية اللي بعدها إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين. فهمتوا حاجة؟ لا. هو الراجل بقى فهم، شوف التقدم، شوف بقى المجتمع القرآني إيه؟ الراجل فهم إن بنته عندها رغبة في موسى لأنها مدحت قوته، قالت قوي أمين، ومدحت سلوكه، فقال إني أريد أن أنكحك إحدى، كمان ما قالوش البنت اللي كلمت إحدى ابنتي هاتين، عشان كمان إيه بقى؟ ما أهضمش حقه في إن هو يختار، مجاز دي مش عجباه، ما فيش توافق نفسي بينهم، مش ببلاش على أن تأجرني ثمانية حجج، فإن أتممت عشرا فمن عندك. تعال كمان نشوف وضع المرأة في القرآن، إن لا نضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. يبقى الذكر مثل، وكمان تعال شوف القرآن يقول إيه، وليس الذكر كالأنثى. أنتوا تعرف كتب التفسير عكست الآية، لو ربنا هنا عايز يميز الذكر كان قال وليست الأنثى كالإيه؟ كالذكر. ومال قال إيه؟ وليس الذكر كالأنثى. يبقى مين اللي مميز؟ الأنثى. بس هم عشان مجتمع ذكوري وفقهاء ذكوريين، وأنا أشك إن اللي تصدوا للعلوم الدينية أنهم مصابون بعيب خلقي. بعيب خلقي هو إيه؟ إن منطقة العقل عندهم في الأعضاء التناسلية، لأنها لو في هنا ما يعني سبحان الله ما فيش فتوى يا أخي، فتوى قال لما يحشروا الستات فيها كده ليه؟ أنا مش عارف، كنت بقول بسأل ده لحد ما إحدى دكتورة عملت بحث في المركز القومي للبحوث الجنائية والاقتصادية والاجتماعية عن الهوس الجنسي عند رجال الدين والمشايخ، والقناة اللي اسمها ناشونال انجليزي دي ايه؟ اه هي دي، القناة دي عاملة بحث عن كانت عاملة بحث عن الكذب، مين اكثر الطوائف، وعاملها مش في مصر بس، في العالم كله، مين اكثر طوائف الناس كذبا؟ طلعوا رجال ايه؟ طلعوا رجال الدين، مش السياسيين يعني. لا، رجال الدين اشد كذبا منهم. ليه بقى؟ لانه اصله عنده الفتاوى، عنده دكان، انت عايز الفتوى ايه؟ حلال ولا حرام؟ على قد ما مكانتك الاجتماعية هنديك بس. تعالوا كمان نشوف البخاري وإساءته للأنبياء. سيدنا سليمان كان قاعد في يوم فحلف مرة كده مع والله لأجيب النهاردة 100 ولد، ونسي يقول إن شاء الله، واللي قاعد معه قال له راجل تقول إن شاء الله، فبعدين راح طاف على 100 واحدة. خد بالك اليوم ساعتها برضو مش عارف كان كام ساعة، هو في نفس الليلة في الليلة لف على 100 أنثى، يعني كان سليمان اللي كان عنده ملك الأرض كلها قاعد فاضي لمين؟ لمية واحدة ست، دخل لهم كلهم ورا بعض، فللأسف عشان نسي يقول إن شاء الله جاب نص ولد. هذا الحديث في صحيح البخاري، أصح كتاب، ومية. طب كل علاقة خدت وقت قد ايه؟ 10 دقايق في 100 بكام؟